مسجد المقامة من جمعية دي مهمة. حضرنا جلسة اليوم لجنة عامة لحقوق الإنسان نقابة المحامين، حضرت أنا بصفتي مع جمعية الهداية الإسلامية ممثلة الشيخ حافظ سلامة في الدعوة المقامة ضد وزير الأوقاف بشخصه لعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات وامتناعه عن التنفيذ وبعد استنفاذ كل الوسائل القانونية ورفض التنفيذ تم رفع هذه الدعوة دي. وهذه الدعوة الحكم القضائي إما الحبس أو العزل من الوظيفة، ولكن للأسف الشديد القاضي بتاع الدائرة حاول أن يخرج من هذه القضية برأي كده لا قيمة له حق قانوني بمسألة إن احنا نرفع القضية الدعوة عليه بشخصه وبصفته، فنرى أن الإنذار القانوني في هذه القضايا إنه بعد 8 أيام يرفع الإنذار عليه بصفته وزير الأوقاف، بعد 8 أيام الإنذار بنص القانون مادة 123 إجراءات ترفع الدعوة عليه بشخصي، لأن أصبح بعد المادة بعد 8 أيام من الإنذار أصبح متهم شخصيا فترفع الدعوة عليه شخصيا. المهم إن هو يعني استشعر حرج، وأنا مستشعر الحرج فأجلها لجلسة 27/7. تمام. 27/7 للنظر يعني؟ تأجيل. أنا بس عشان الحتة دي قانونية فمش عايزة ألخبط فيك. طيب. اللي هي بعد 8 أيام دي عايزة أفهمها. يعني بعد الحكم النهائي و الإنذار القانوني وبعد الإنذارات القانونية بترفع عليه، آخر إنذار بيرفع عليه بصفته وبشخصه. النص المادي 123 إذا امتنع التنفيذ في خلال 8 أيام من هذا الإنذار ترفع عليه الدعوة الجنحة المباشرة دي على شخصه، فاحنا رفعناها على شخصه وعلى مسكنه في مدينة نصر. دي كان جنح مدينة نصر والطنطا اليوم جنح مدينة نصر. كلها معيبة محتاجة تعديل. بيهربوا.